السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى فوزي من قناة مصطفى فوزي تكنولوجي. ان شاء الله النهاردة جايب لكم شرح جديد، وهو ازاي ان احنا نقدر نغير مؤشر الماوس الخاص بينا باي شكل احنا حابينه او عايزينه. طبعا ناس كتير كلمتني بخلاف الثلاث فيديوهات او الاربعة اللي انا نزلتهم قبل داون، ناس كتير قالت لي احنا محتاجين او عايزين الماوس داون، او انت عامله ازاي او ايه ده. فانا طبعا النهاردة ان شاء الله باذن الله، رغم ان الموضوع سهل مش صعب، هقول لكم ازاي ان احنا نقدر نغير شكل او مؤشر الماوس بردك بالشكل اللي انت حابه. مع انا هحط لك باكج خاصه فيها اكتر من شكل تقدر ان انت تختار ما بينهم. طيب عايز تعرف الشرح، تابعوني. زي ما حضراتكم شايفين كده دون ثلاث اشكال انا عندي، قلت مثلا هجرب عليهم بس، يعني دول ثلاث اشكال هنجرب عليهم. وبردك كذلك انت هتقدر ان انت تغير باللي انت عايزه، يعني تشوف طبعا الحاجه اللي عاجباك. طبعا هحط لك مش ثلاثه بس، انا هحط لك باكج فيها كتير جدا، اختار ما بينهم اللي انت عايزه واللي يعجبك. تمام. طيب اولا ده المؤشر اللي انا مختاره او اللي انا عامله، وده اللي ناس كتير كانت عايزاه اهو، دي حاجاته او دي اشكاله. تمام. طيب هنحطه ازاي او هنشغله ازاي؟ طيب بص هقول لك يا سيدي، ده كمؤشر خلاص، ده هنقول طريقته، وطريقته سهله مش صعبه لكن عايزه صبر شويه. في حاجه تانية، ده مؤشر مثلا، دي صورته زي ما انتم شايفين، ده بتاع ماريو اعتقد. تمام. فكذلك هنا الاشكال زي ما انتم شايفين كده، دي اشكالها. بس في مشكله هنا كبيره، المشكله في الملف اللي اسمه انستل. ملف انستل ده المفروض يعني ان احنا بندوس كليك يمين عليه، بندوس انستل بيخلينا يعمل الماوس اوتوماتيك. يعني لو دوست دلوقتي يس المفروض ان هو هيشغلها لي اوتوماتيك، لكن للاسف هو مش مظبوط، هو مش مظبوط. فانا برجح انك انت لو حتى نزل لك او حملت ماوس او اشكال ماوس او مؤشرات بالشكل ده، اوعى تدوس على انستل. انا هقول لك الطريقه الصحيحه ليها. طيب عايز تعرف الطريقه، بص معايا يا سيدي. اول حاجه بتيجي عند الستارت تحت هنا الشباك، عارفينه يعني، تدوس كليك يمين عليه، بعد كده تدوس على كنترول بانل. تمام. من هنا بتختار من الفيو باي، بتختار سمول ايكونز. تمام. بتيجي عند الماوس هنا اهي، بنختار ماوس. بتيجي عند القائمة التانية هنا، في حوالي خمس قوائم، بتختار عند القائمة التانية هنا ونلاقي المؤشرات بتاعتنا. طيب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي هلغي المؤشرات بتاعتي اهي، انا هخلي ده حلو عاجبني ماشي، المؤشر العادي زي ما انتم شايفين كده، ده العادي المتواضع بتاعنا اهو. طب انا عايز اغيره، هعمل ايه؟ نركز مع بعضينا بقى واحدة واحدة كده عشان ما نتلخبطش. دلوقتي انا عايز احط اللي هو الورمز دون عندي. طب انا ماليش دعوه بالفولدرين دول، انا همسحهم خالص، انا كل اللي انا عايزه الاشكال دي. طب نركز مع بعضنا كده واحده واحده، هنصغر الشكل، مش عايزين صور، احنا عايزين الاسماء، اهم حاجه الاسماء. ونيجي هنا، خلي دي جنب الاسماء بالظبط ونركز مع بعض. لو جينا هنا بنشوف في المؤشر العادي مكتوب ايه؟ نورمال سيلكت. فاحنا هنشوف هنا النورمال سيلكت فين؟ فين النورمال سيلكت؟ هندور مع بعض على النورمال سيلكت اهو، ده لينك سيلكت اهو، النورمال سيلكت اهو. تمام اهو. فاحنا بنعمل ايه هنا بقى؟ بندوس على المؤشر كده، بعد كده بتدوس على براوس. تمام. هنا بيقول لك اختار المؤشر اللي انت عايزه. طبعا انا حاطط المؤشرات دي عندي في البروجرامز او في البرامج عندي. تمام. سوري مش هنا خالص اهو، ادي الورمز. انا اشوف الورمز عندي ده الشكل اللي هو النورمال سيلكت. اول حاجه نشوف نورمال سيلكت اهو، هنا اختار لي اول حاجه. طب تاني حاجه هيلب سيلكت، نشوف اني واحد هيلب سيلكت، ندوس على براوس ونشوف اني واحد هيلب، ادي هيلب سيلكت اهو، وندوس اوكي. كذلك تالت واحد وركينج ان باك جراوند، بنختار براوس بردك بنشوف الباك جراوندز. هنا بنشوف فين وركينج باك جراوندز اهي، شايفين يا جماعه اهي. تمام. هو كمان بيديك شكلها هنا اهي، بص بيديك اللي هي القنبله اللي بتقعد تعد ثلاثة دي، بعد كده تفرقع زي ما بيقولوا يعني، او زي ما احنا شايفينه عموما. وندوس اوكي، اخترناها. البيزي برضك بندوس على براوز ونفس القصه، ادي البيزي بنختارها وندوس اوكي. زي ما حضراتكم شايفين كده، بعد ما خلصنا الاشكال بتاعتنا كلها اهي. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده، كده احنا اخترنا الاشكال كلها طبعا حسب الاسم. هنا بس هتلاقي في اختلاف، ممكن احتمال في بعض الاحيان تلاقي اختلاف بس في الحاجتين دول، بتلاقي مثلا سايز في الاول، بعد كده بتلاقي الكلمه دي زي هنا كده بالظبط. تمام. فانت عشان بس ايه ما تقولش لا ده بايظ او مش بايظ، فاهمني؟ بس هي القصه في كده. بعد ما بتخلص الشكل ده بتدوس على ابلاي وتدوس اوكي زي ما انتم شايفين كده اهو، ظبط معايا مفيش اي مشكله. كذلك برضك هنا لو انت عايز تختار، دي الطريقه الصحيحه، هتلاقي نفس القصه، ادي الاسماء اهي
والبيزي والموف والنورمال سيلكت والتكست سيلكت وكل حاجه تمام. فبنفس الشكل بردك بتلاقي اسمائهم مظبوطه. كذلك دي تالت واحد اوريه لكم نفس القصه، اسماء مظبوطه ما فيهاش اي مشكله خالص، انت بتاخد على نفس الاسم وبترتب الحاجات دي. ده يا جماعه كان شرحنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح ويكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومه. طبعا باذن الله انا هحط لكم باكج كامله فيها عدد موسات كتير، يعني مش هكتر قوي بس هحاول بقدر الامكان ان انا احط لكم يعني مجموعه كويسه كده تختاروا ما بينهم اللي يعجبك. فطبعا يعني يا رب يكون الشرح عجبكم وان تكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير ولايك للبيتش، وتحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.